السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ هنتكلم مع بعض النهارده عن موضوع الخزانات الدائرية أو السيركلر تانكس. الخزان الدائري زي ما احنا شايفين كده، هو عبارة زي اسطوانة كده، اسطوانة بتاعها اتش، والقطر نصف القطر بتاعها ار، الحيطة بتاعتنا السمك بتاعنا تي وول. الحيطة دي كده بتبقى شكلها عبارة عن اسطوانة، فاحنا بنسميها حائط اسطواني أو سلندريكال وول. لما بنيجي نحلها بنسميها سلندريكال وول. الأرضية بتاعتنا، الفلور بتاعنا بنسميه سيركلر بيت. يبقى احنا عبارة عن معنى سلندريكال وول مرتبطة بسيركلر بيت عن طريق كونكشن ما بينهم. الكونكشن دي يا شباب ليها كذا نوع، ممكن تبقى سلايدنج كونكشن ودي بتسمح بالحركه الافقيه، سلايدنج هنجد كونكشن ودي بتسمح بالدوران، فيكسد كونكشن او مونوليثيك ودي الحاله اللي بيكون الاثنين فيها مسبوبين مع بعض في نفس الوقت. ايا كان الحاله اللي انا بتكلم عليها، لازم طبعا الكونكشن دي او الجوينت دي لازم تمنع تسرب الايه؟ الميه. بالنسبه لانواع الخزانات بتاعتنا، بنحس ان هي محدده او غير محدده، عندنا نوعين. النوع الاولاني اللي هو ستاتيكالي ديترمينت سيركولار تانكس، خزانات محددة استاتيكيا، ودي بتبقى الخزانات أو الشكل الأولاني منها لما بيكون عندي خزان ساند على كمرة داخلية، يبقى elevated tank supported on interior circular beam. يعني أنا عندي circular beam بالشكل ده اللي أنا عاملها دي كده، دي السيركلر بيم بتاعتي، والخزان بتاعي ساند عليها من جوه، مش من إيه، مش من الخارج بتاعي. يعني خزان مفيش تحتها حاجة، ساعتها ده الخزان ده بعتبره ان هو statically determined. النوع التاني لما بيكون عندي ground tank على good soil، ground tank on good soil. الحالة دي اللي لو فاكرين في ال rectangular tank كنا بتعملها ازاي، بعملها عن طريق حاجة اسمها flexible floor، بعمل سمك كده الفلور في الأول وفي الآخر، في النص بعمل سمك منهم اللي هو 20 مللي. في الحالة دي كده بعتبر ان كأن انا الحيطة بتاعتي fixed في الفوق، كأن الكونكشن دي عبارة عن ايه؟ fixed connection. في هذه الحالة يتم حل الول على انها fixed at base، ويتم عكس reaction اللي هو المومنت والشير وكل حاجة على الفلور، ويتم حل الفلور تحت تأثير الأحمال الواقعة عليه اللي هو مثلا حمل المية زي الوزن الذاتي بتاعه، بالإضافة للرياكشنز اللي جاية من الول. النوع التاني من الخزانات هو الستاتيكالي indeterminate سيركلر تانك، ودي الخزانات غير محدده استاتيكيا، وعشان احلها لازم الجا لطرق معينه في الاستراكشر. زي ايه؟ زي طريقه المومنت ديستريبيوشن، ودي اللي هنستخدمها في حل الخزانات الدائريه. يبقى اول حاجه لما يكون عندي elevated tank، خزان عالي supported on outer perimeter، ساند supported تحت الحيطه مباشره، في support on outer parameter of floor slab with or without center support. احيانا يبقى في center support واحيانا مفيش. يعني هنا السبورت بتاعي عباره عن كاميرا زي ما احنا شايفين كده، exterior beam كاميرا خارجيه تحت الحيطه مباشره. هنا في center support، هنا في center support، في عمود كده في النص كبير اهوت، العمود ده كده هو ده الايه اللي بسميه central support او دعامه مركزيه، so central support زي ما احنا شايفين حاجه زي كده، حاجه بالايه بالمنظر ده كده، هو ده الايه الخزان اللي هو غير محدد استاتيكيا، وده البلان بتاعه. هنا في سنتر سبورت اهو، هنا ما فيش سنتر سبورت، هنا بس السبورت هو الايه الاعمده الخارجيه دي، هنا كده السبورت هو الاعمده الخارجيه دي، انما هنا كده في اعمده خارجيه زي السنتر سبورت بتاعي. نوع تاني من الخزانات الغير محدده استاتيكيا، الخزانات اللي دي بساند على ويك سويل. اللي انا في الحاله دي بلجا ان انا اعمل ريجيد فلور، ان انا عندي السمك بالكامل بالشكل ده كده. في الحاله دي ما بعتبرش ان الوول بتاعتي فيكسد في الفلور، لا، يبقى في ريجيد كونكشن، والريجيد كونكشن دي لازم يحصل عندها اعاده توزيع للايه؟ للعزوم. يبقى في هذه الحاله تكون الكونكشن مومنت بين الفلور والوول معلوم، غير معروف المومنت ده، وبيتم حسابه باستخدام طريقه المومنت ديستريبيوشن زي ما هنشوف كمان شويه. طب انا لما باجي حل الخزانات المستطيله، كنت بحلها انا باخد شريحه راسيه وشريحه افقيه. انا برضو هنا نفس القصه بالظبط، مفيش خلاف ان الشريحه الافقيه يبقى فيها نوع معين من القوه، والشريحه الراسيه يبقى فيها نوع تاني من القوه. انا لو بتكلم على الشريحه الراسيه اهي، الشريحه الراسيه اللي هي دي كده، دي كده عباره عن ايه؟
فيرتيكال ستريب، شريحه راسيه، او بتاخد في تاثيرها موضوع حاجه اسمها الكانتليفر اكشن. ايه الكانتليفر اكشن؟ كان انا عندي كاميرا فيكسد تحت فري فوق، ايه الفورسز او الاكشنز اللي تبقى موجود عليها؟ يبقى عليها مومنت وشير ونورمال، الحاجه اللي تبقى موجود عليها. باذن في الفيرتيكال دايركشن يبقى في عندي مومنت وشير وايه ونورمال، اللي انا بسميه الايه الكانتليفر اكشن. في الاتجاه الافقي بقى بيبقى في اكشنز ثانيه. الاتجاه الافقي او الهوريزونتال ستريب حاجه اسمها الرينج اكشن. ايه الرينج اكشن؟ رينج اكشن انا عندي الحلقه دي كده يا اما فيها رينج تنشن، يا اما فيها رينج تنشن، فيها تنشن او كومبريشن، يا اما رينج تنشن يا اما رينج ايه كومبريشن. اذا انا شغل لما باجي احل الحيطه بتاعتي احلها في اتجاهين، يعني الاتجاه الافقي يبقى فيه رينج تنشن او كومبريشن، رينج فورس، رينج اكشن. في اتجاه الراس هيبقى عندي كانتليفر اكشن اللي هو المومنت والشير نورمال اللي انا اهي عارفهم من قبل كده. يبقى هو تاني اهو بالنسبه للول في الاتجاه الافقي، the ring action causes a horizontal ring tension in the wall. هيبقى فيها رينج ايه تنشن في الحيطه. رينج تنشن ده جاي من ايه؟ جاي من ان انا عندي الحيطه بتاعتي في الحاله دي تبقى عباره عن حلقه بالشكل ده، والحلقه دي عليها مثلا قوه جايه من بره، من جوه اسف، لبره بالشكل ده كده، اللي هو ضغط الميه جاي من ضغط الميه. مثلا انا لو خط قطعت هنا كده قطع بالشكل ده كده، هيبقى بتولد عندي قوتين جوه جسم الحيطه ده، القوة دي اللي أنا بسميها تي أو الرينج إيه تنشن. رينج تنشن ده توزيعه على مع ارتفاع الحيطة مش ثابت، يعني هو لو بصينا كده على ارتفاع الحيطة هتلاقي فوق هنا كده مفيش أي رينج تنشن خالص، لأن أصلا مفيش فورسز، وتحت برضه مفيش رينج تنشن لأن هي ممسوكة، ولكن الرينج تنشن بيبدأ يزيد إيه من تحت لفوق بالإيه بالشكل ده كده. عندي ارتفاع معين بيبقى فيه عندي أقصى رينج إيه تنشن اللي بسميه تي ماكسيموم. ده كده توزيع الرينج تنشن مع ارتفاع الإيه الحيطة. بالنسبة للاتجاه التاني اللي هو الاتجاه الرأسي، بيبقى فيه عندي اللي هو الايه الكانتليفر اكشن، وده بيسبب لي مومنت وايه وشير في الحيطة. الحيطة بالشكل ده كده كانتليفر فيكسد فري، فكده عارف هيبقى عندي مومنت، هيبقى في عندي شير تحت، ويبقى في عندي نورمال وهكذا. طيب الفورسز بقى اللي انا عايز اجيبها على الوول دي هتجيبها ازاي؟ دلوقتي ما بقتش هي ريكتانجلر وول هتجيبها بالطرق الاستراكشر العادية، لا قال لك بيتم ايجاد بقى قيم الرينج تنشن والمومنت والشير على الوولز باستخدام جداول. الجداول دي اللي انا بسميها بورتلاند سيمنت اسوشيشن تيبلز او بي سي اي تيبلز. عندي حوالي 20 جدول موجودين في ديزاين ايدز من صفحه 118 لحد 126. طب هنتعامل ازاي بقى مع الجداول دي؟ يبقى يوز اوف بي سي اي تيبلز تو اوبتين رينج تنشن والمومنت والشير في السلندريكال وولز في الحوائط الاسطوانيه. أول حاجة بالنسبة للرينج تنشن عندي من جدول 1 لحد جدول 6، دول خاصين من 1 لحد 6، دول خاصين بالرينج تنشن. طيب بتدخل كل ليه في جدول كتير، ليه مفيش جدول واحد؟ قال لك بتدخل كل جدول على حسب انا عاوز اتاكد ان الصوت شغال. اوكي يكمل. يبقى اذا انا عندي جدول من جدول 1 لحد جدول 6، ده اللي هو الجدول بتاع الرينج تنشن. تدخلها على حسب ايه يا شباب؟ على حسب السبورت بتاعك. انا عندي السبورت هنا فيكسد وهنا فري، يبقى لازم تبقى عارف الحاله بتاعتك فيكسد فري. تاني حاجه عن طريق شكل الحمل هنا مثلث. طيب في حاله زي دي كده مثلا حاله جدول 2، هيبقى عندك يكون عندي هنجد وعندي في ايه مثلث. حاله رقم 3 جدول رقم 3 فيكسد فري برده، بس الحمل بتاعي موزع هنجد فري، الاربعه هنجد فري والحمل بتاعي يونيفورم اسف وهكذا. طب بيجيب رينج تنشن بقى ازاي؟ وليكن انا هاخد مثال عليا جدول رقم 1 كده، هتلاقي كل جدول معاه معادله، كل جدول معاه معادله، لكن التي اللي هو الرينج تنشن، التي كابيتال ده اللي هو الرينج تنشن بيساوي كوفيشنت مضروب في الدبليو في الاتش. الدبليو ده اللي هو الجاما بتاعت الوتر اللي هي بواحد طن على المتر المكعب، الاتش اللي هو ارتفاع الخزان او ارتفاع الحيطه، والار اللي هو نصف قطر الايه الخزان او الحيطه.
يبقى عن طريق المعادله دي كده هبدا ان انا اجيب الايه الرينج تنشن بتاعي. طب الكوفيشن ده بتجيبه بقى على حسب ايه؟ قال لك على حسب الارتفاع. ما احنا اتفقنا ان الرينج تنشن بتاعي هيبقى مثلا حاجه بالشكل ده كده، فانا عايز احسب عند كل ارتفاع في قيمه للرينج تنشن، بالتالي كل ارتفاع من دول هيبقى فيه كوفيشنت مختلف عن التاني. يعني انا مثلا لو بدات هنا الترقيم بيبدا من فوق، يعني انا هنا مثلا 1 من 10 اتش من فوق، 2 من 10 اتش، هكذا لحد ما تنزل تحت خالص عند البيز عند السبورت تحت ده هيبقى 1 اتش ارتفاع بالايه؟ بالكامل. بس تقدر تحسب عن ارتفاعات مختلفه، تجيب التوزيع، توصل ما بين القيم دي، تقدر تجيب التوزيع بتاع الايه؟ الرينج تنشن على الحيط. طبعا اللي في الاخر اللي بيهمني هو الماكسيمم رينج تنشن، اقصى رينج تنشن موجود عندي هو ان هو ده اللي هعمل عليه ديزاين. وهكذا عندك جدول رقم 5 برضو، في 5 و6 دول تبع الرينج تنشن. 5 ده ما بيكون عندك حمل مثلا بالشكل ده كده. الحمل طبعا ده يا شباب غالبا جاي من كون او من دون. الخزانات الدائريه دي احيانا بيبقى ليها تغطيه، التغطيه دي تبقى عباره عن دوم او كون، وبالتالي الدوم او الكون دي بتنقل لي هوريزونتال رياكشن، رياكشن افقي عن على الخزان بتاعي. فلازم برضه ابقى عارف الحاله دي ازاي احسب رينج تنشن نتيجتها، ازاي احسب مومنت نتيجه الحاله دي، ازاي احسب شير نتيجه الحاله دي. فلازم هتلاقي الحاله دي موجوده عندك في الجداول. الحاله في جدول رقم 6 لما بيكون عندي مومنت طرفي، مومنت تحت كده، ازاي ان انا اقدر ان انا اجيب رينج تنشن وبرضه في جدول تانية للمومنت والشير نتيجة المومنت الطرفي اللي موجود تحت عند الهنج. وتلاقي كل جدول طبعا بمعادلة، يعني مثلا هنا في حالة الرياكشن اوف تي بيساوي كوفيشنت في في ار على اتش، في حالة المومنت ده تي بيساوي كوفيشنت ام في ار على اتش تربيع، وهكذا. البيندنج مومنت عندي جداول من 7 لحد 11 نفس القصة، عندي فيكسد في وحمل مثلث، فيكسد هنجد وحمل، اسف هنجد في وحمل مثلث، وهكذا. عندي حمل بقى موزع، وهكذا عندي رياكشن افقي، يعني عندي مومنت طرفي. ازاي تجيب الايه المومنت اللي هو موجود عند اي ارتفاع موجود عندك على الحيط. شير لي جدول واحد بس، جدول رقم 12. ليه؟ لان انا الشير ما بحسبوش بقى عند الارتفاعات المختلفه. الجدول رقم 12 ده بيديني الشير اللي موجود عند البيز، الشير اللي موجود عند البيز او عند القاعده بقى الفي يساوي الكوفيشنت مضروب في دبليو اتش تربيع. ده في حاله لو انا عندي ووتر بريشر، لو انا عندي بريشر بي يونيفورم بي كوفيشنت في بي في اتش، لو انا عندي مومنت عند البيز كوفيشنت مضروب في ام نود على اتش، ام نود ده اللي هو العزم عند البيز، وهكذا. تقدر تجيب الشير اللي موجود عند البيز لاي حاله من الحالات التحميلي اللي موجود عندنا. بالنسبه بعد كده للخزانات الجراوند تانك، في عندنا زي ما احنا عارفين نوعين من خزانات الجراوند. النوع الاولاني لما يكون في عندي جود سويل، يعني الكيو الاوبل بتاعتها او البيرنج كاباست بتاعتي اكبر من 8 طن على المتر المربع، ساعتها بعمل حاجه اسمها فليكسيبل فلور. الفلور بتاعتي باخدها انها فليكسيبل. يعني ايه فليكسيبل؟ يعني بزود السنك بتاعي تحت الحيطه بالشكل كده عند المكان اللي بيجي لي منه الحمل او الرياكشن بتاع الحيطه، وبقيه الخزان بعمله مينيمم اللي هو 20 مللي. الجزء ده كده لو انت خدته بقى فصلته بره كده، الجزء اللي هو السمك الكبير ده كده فصلته بره كده، هتلاقيه في الاخر عباره عن حلقه رينج بالشكل ده كده، اللي انا بسميها سيركلر رينج. اذا اصبح ان الارضيه بتاعتي مش سيركلر بليت قوي، هي سيركلر رينج مرتبطه بجزء تاني سمكه مينيمم. السمك المينيمم ده انا بهمله، لكن اللي بعمل عليه ديزاين هو السيركلر رينج اللي موجوده عندي في رينج كده. طبعا ده اقتصادي اكتر من ان انا اعمل ايه سيركلر بليت، ان اعمل الارضيه كلها بليت واحد بنفس السمك. الحالة التانية لما يكون عندي ويك سويل، يعني الكيو الاول بتاعتي اقل من 8 طن على المتر المربع، ساعتها بعمل ريجيد فلور. ريجيد فلور او سيركلر ايه بليت، بعمل الارضيه كلها بنفس الايه السمك، سمك واحد كده بالشكل ده اللي هو موجود عندي. طيب في الحاله دي لما بيكون عندي الكيو الاول اكبر من 8 طن على المتر المربع، ساعتها زي ما انا قلت اللي انا بعمله، بعتبر ان الكائن الحيطه بتاعتي فيكسد فين في الارضيه، كان انا عندي فيكسد فعلا فيكسيشن حقيقي، وبالتالي هيبقى عندي العزم اللي موجود تحت ده كان هي فيكسد ام وول، فيكسد ام وول فيكسد هو العزم الفيكسد اند مومنت بتاع الوول. يبقى اذا بما ان انا بعتبرها فيكسد، يبقى اذا العزم بتاعي هو الام وول ايه فيكسد.
والشير بتاعي هو ده الايه الكيو، وابدا اعمل ديزاين الحيطه بتاعتي على السترنج اكشنز اللي موجوده عليها. وبعد كده هاخد بقى العزم ده اعكسه على الايه الارضيه. طبعا عارفين الارضيه كان في عندنا بعد كنا بنسميه ال سمول، اللي هو من بدايه السمك الكبير كده لحد سنتر لاين الحيطه، ده كان كنا بنسميه ال سمول. كان في بعد تاني لو فاكرين برضه من بدايه السمك الكبير كده لحد النهايه هنا كده كنا بنسميه ايه، كان ليها قانون كده، حتى الاستنتاج بتاعه موجود هنا اهوت، كنت تبصوا عليه. انا الاستنتاج بتاعه ده اللي يهمني في اخر، هو القانون ال اللي بيساوي 2 جذر الام مول فيكسد على الدبليو 4. ال سمول اللي هو لحد سنتر لاين الحيطه بيساوي 2 جذر الام مول فيكسد على الدبليو فلور. يبقى اذا يا شباب بالنسبه للحيطه خلاص، لو انا عندي خزان ساند على خزان ساند على جود سويل، يعني هعمل فليكسبل فلور. الحيطه بتاعتي هصممها على الرينج تنشن، صممها على المومنت، وصممها على النورمال فورس. بالنسبه للفلور هصممها اول حاجه لازم اعمل تشيك على الستريسز اللي موجوده على السويل تحت السيركل رينج اللي هي موجوده عندي، دي اول حاجه. تاني حاجه لازم اعمل ديزاين للايه للفلور دي على ام مول فيكسد اللي هو هينتقل من المول للفلور، وعلى رينج تنشن. رينج تنشن ده منين؟ جاي من الشير بتاع الحيطه، ما الشير بتاع الحيطه هينتقل للفلور، وما ينتقل للفلور هيعمل فيها رينج ايه؟ رينج تنشن زي ما هنشوف كمان شويه. ده شكل المومنت على ايه؟ الحيطه والارضيه بالشكل ده كده شبه الريكتنجر تانك بالظبط. بالنسبه للرينج تنشن اللي على الفلور زي ما انا قلت، الفلور بتاعي هي عباره عن رينج، حاجه مثلا بالشكل ده كده رينج كده. الرينج دي طولها او عرضها كده بالشكل ده ال، السمك بتاعها ال في الاتجاه ده، ده اللي هي الايه ال بتاعتي. عليها حمل، حمل كل متر اللي هو عباره عن ايه الشير اللي جاي منين، كيو اللي جاي من الوول. هتعمل لي ايه في البدايات؟ هتعمل لي رينج تنشن. رينج تنشن ده التي بيساوي كيو في الايه في الار. ايه هي الار؟ ونصف قطر الرينج بتاعتي من السنتر لاين، من السنتر هنا لحد الايه النص بالشكل ده كده، دي الار بتاعتي. التي بيساوي الكيو في الايه في الار. الكيو البيس شير، شير البيس شير بتاع الوول، والار هو الريس بتاع الخزان، نصف قطر الايه الخزان. بص المسألة بقى، أول حاجة المسألة دي عبارة عن خزان ماشي، الكيو الأول بتاعتي برينك بس بتاعتي بواحد واتنين من عشرة كيلو جرام على السنتيمتر المربع، مدينا الإف سي يو بـ30 والإف يو بـ860، وبيقول لك اعمل ديزاين للخزان ده القطر بتاعه 20 متر وارتفاع الخزان 5.5. أول حاجة تعملها، أنا عندي الكيو الأول بتساوي 1.1، أنا أكبر من 8.1 كيلو جرام على السنتيمتر المربع، يعني أنا جود سويل، يعني أنا جود سويل، يبقى لازم أجرب الإيه فليكسيبل فلور. عشان تجرب الفليكسيبل ال بتاعتك بتساوي 2 جذر على، أول حاجة الحسابات دي لازم سمك الأرضية 35 سنتي. طبعا في قانون هنا للفرد، لو انت عايز تستخدمه ممكن تستخدمه مش مشكلة. بعد كده عايز اجيب ال ال سمول، عشان اجيب ال سمول عشان اجيب ال ال سمول لازم ان انا اجيب الام مول فيكسد والدبليو فلور. الام مول فيكسد هجيبها ازاي؟ يعني ايه الام مول فيكسد اصلا؟ يعني انا بعد ان حسب العزم عن الكلام ده ده لازم تحلها بيه. عشان تخش الجدول بتاعك اول حاجه لازم بتجيب حاجه اسمها دليل دخول التسجيل. دي خزان في كل الايه الحيطه ست خزان، بدخل بقى الجدول بتاعي بالدليل ده. طبعا هنا هيبقى جدول رقم 7. انا اول حاجه عايز احسب مومنت والحاله بتاعت ان انا فيكست في عندي حاجه
الحالة بتاعت إن أنا فيكسد فيه وعندي حمل إيه؟ مثلث. فالمومنت بتاعي، تبص على الجدول ده كده، المومنت بتاعي يساوي كوفيشنت في ال W في ال H تركيب. الكوفيشنت هتحسبه على 1 H عند الارتفاع بالكامل، لأن أنا عايز أحسب المومنت البيست، هيطلع بالقيمة دي كده سالب 0.87. الام وول فيكس بتساوي سالب 0.87، 0.87 في 1.5. طيب اديني الام وول ايه بالنسبه للدبليو في شوتر؟ طلعت بالظبط 6.800000. فالاس يساوي 2 جذر الام وول فيكسد على الدبليو فلو، يطلع 1.4 متر. 2.10 يطلع 2.8، طلع اقل بكتير قوي من قطر الايه الخزان. وبالتالي لما اجي اوفر الاقي نفسي ان انا بوفر كتير من قطر الخزان، ساعتها يبقى انا اكمل واستخدم فليكسبل فورمولا. لو الكلام ده ما اتحققش لا يبقى ممكن ريجيد فلو. هيجي على ال مش هيبقى موجود صادق منه، مش ممكن صادق اللي كابيتال زي ما احنا عارفين، تساوي ال سمول نص الحيطه زائد نص سمك الحيطه عشان اوصل لاخر الحيطه، زائد جزء الكانتليف بيبقى زي ذات المستطيل بالظبط، واحد على الاثنين زائد خمسه يديني ال بتاعتي 1.875. انا استخدمت ال كابيتال بتاعتي ب 2 متر، وبالتالي ده معناه ان ال سمول اتغيرت. احسب ال سمول اكشوال 2 ناقص ربع على 2 تي وول على 2 ناقص تي فلور اللي هو 25%، يطلع معايا 1.525. بده شكل الحيطه بتاعتي. هيبقى في عندي هنا سمك مينيمم اللي هو 20 سنتي 200 مللي، سمك اللي هو الموجود على 25. هكذا نكمل بالنسبة لل ديزاين بتاع الحيطة. يبقى ديزاين اوف وول، ديزاين اوف وول ويز فيكسد بيز اندر ووتر بريشر. ده اللي خزان كنا حسبناه قبل كده بستة. أول حاجة عايز أجيب الرينج تنشن اللي هو في الاتجاه الأفقي. الرينج تنشن ده هجيبه من جدول رقم واحد، لأن أنا زي ما قلت بما ان انا هستخدم فليكسبل فلور يبقى لازم الحيطه بتاعتي كانها فيكسد تحت. فيكسد بجد رقم واحد بتاعتي تي بتاعتي اللي هو رينج تنشن في جاما في اتش في ار تي بتساوي كوفيشنت في جاما بواحد، الاتش خمسة ونص والار بعشرة خمسة القطر، يطلع 55 في الكوفيشنت. طبعا بما ان انا الرينج تنشن بتاعي يساوي 55 في الكوفيشنت، فانا اللي يهمني انا عايز التي ماكسيموم، عايز اقصى رينج تنشن. خلاص الرينج تنشن ده اكيد هيبقى موجود لما يكون الكوفيشنت ده ماكسيموم. فانا بدخل الجدول بجيب اقصى كوفيشنت ماكسيموم كوفيشنت واضربه في ال 55 يديني تي اي ماكسيمم. اقصى كوفيشن ده كان طالع عند ارتفاع 6.10. اذا التي ماكسيمم بتاعي الاقصى رينج تنشن بيساوي موجب يعني تنشن، لو سالب يبقى كومبريشن 28 27 طن واللي موجود عند اتش. تمام ده الجدول اهو، مش لازم طبعا اعمل الجدول ده، انا عندي 6.10 اتش هجيب اقصى كوفيشن وخلاص ده اللي يهمني. بعد كده تاخد القطاع ده تصممه، قطاع في الحيطه عليه تنشن بيور تنشن، تنشن فقط، تعملوا ديزاين، تعمل تشيك على التنسال ستريسز و هتجيب تسليه. طبعا كود قديم فاحنا ايه، احنا بس الطريقه ديت انا هجيبها من سيكشن رقم واحد. فيطلع عندي 7 في 12 في كل هنا، في 7 في 12 في متر، وهنا في 7 في 12 متر في الحيطه اللي هو الحديد المنقط ده بتاع الرينج تنشن. بالنسبه للاتجاه التنشن
الاتجاه الرأسي. بالنسبة للمومنت زي ما احنا عارفين جدول رقم 7 المومنت بتساوي الكوفيشنت في ال W وفي ال H تركيب. فا عشان اجيب برضو اقصى عزم، طبعا انا عارف ان العزم بتاعي المفروض يطلع بالشكل ده كده زي خزانات المستطيل، هنا عزم موجب وهنا عزم سالب، فانا عايز اجيب اقصى عزم موجب واجيب اقصى عزم ايه؟ سالب. بتخش على ده الكوفيشنتس بتاعتك، تجيب اقصى كوفيشنت في الموجب واقصى كوفيشنت في ايه؟ في السالب. غالبا اقصى كوفيشنت في السالب هيبقى موجود تحت خالص، لان ده اقصى عزم ايه؟ سالب، ده انا عارف. انما الكوفيشنت الموجب ده اللي ما اعرفش مكانه، فطلع مكانه عند 7/10 اتش، وبالتالي اقصى عزم موجب اهوت هو ده، ده اقصى عزم ايه؟ سالب. ده اقصى عزم موجب عند 7/10 اتش، اقصى عزم سالب عند البيز، طلع دول القيم بتاعتهم. بالنسبه للنورمال فورس ده خزان ارضي، يعني الحيطه مش متشاله، مش شايله الارضيه، وبالتالي الحيطه شايله الايه؟ الاون ويت بتاعها بس، اللي هو جو مصيف الاتش بتاع الوول في التي وول، يطلع النورمال بتاع الوول ب 3/44. اذا الحيطه بتاعت عليها مومنت بالشكل ده كده، ادي المومنت وادي الايه؟ النورمال. طب والشير، الشير ماليش دعوه، الشير مش بصمم انا على الشير، انا بس الشير بجيب احسبه عشان هينتقل فين؟ الارضيه. لما اجي احسب الشير من جدول رقم 12، ال V بتساوي كوفيشنت في W في H تربيع، ال V بتساوي كوفيشنت الجامعه بتاعتي بواحد، وال H بتاعتي 5.5 تربيع، يطلع 3/4 في الكوفيشنت. جبت انا الكوفيشنت المناسب بتاعي، طلع معايا الشير في الاخر ب 5.95. بعد كده اعكس بقى الشير ده، هيتعكس على الفلور ويعمل عليه نورمال فورس زي ما هنشوف كمان شويه. المهم دلوقتي انا بقى عندي القطاع بتاع الحيطه، بقى فيها عندي مومنت اتجاه الراسي بقى، مومنت وايه ونورمال. لازم اصمم الحيطه في اتجاه الايه؟ الراسي. عشان اصمم في الحيطه في اتجاه الراسي، خدت القطاع اللي عليه اقصى عزم سالب اللي هو سالب 3/44 ده نورمال اسف، والمومنت بتاعي 3/11 اللي هو الووتر سايد اللي موجود تحت عند البيز، واعمله ديزاين عادي خالص. طلع معايا التسليح بعد ما خلصت، طبعا اي ديزاين لازم نرجع لسكشن واحد، طلع 5/12 على المتر الايه؟ طولي. نكمل ده بالنسبه للول كده، انا خلصت الول. بالنسبه بقى للفلور، اول حاجه تعملها في الفلور تعمل تشيك على الاستريسز بتاعتك، وتشيك الاستريسز ده شبه جدا الخزانات المستديره اللي اتكلمنا عليها قبل كده. انا عندي الطول ده كده اللي هو 2 متر، عندي الطول بقى انا عندي قطاع كده هاخد شريحه 1 متر، عرضها 1 متر، يبقى العرض بتاعي يطلع 1 متر، وده الكابيتال بتاعتي اللي هي بكام؟ ب 2 متر. ايه الاحمال المؤثره عندي؟ عندي اول حاجه الام وول فيكس، ده هيبقى موجود عندي، وده قيمته انا عارفها 3/11 كده. عندي ثلاث احمال، عندي وزن الحيطه الان وول، وعندي وزن الفلور، وعندي وزن الايه؟ الميه. بالنسبه لوزن الفلور هياثر في النص بالظبط، انما وزن الووتر هياثر يمين شويه، وزن الحيطه هيأثر شمال شويه. والمسافات ديت لو انت عايز تحسبها، المسافه ما بين السنتر لاين بتاع الحامل بتاع الميه والسنتر لاين بتاع الفلور اللي هو اللي في النص بالظبط ده 3/10، وما بين الان وول وما بين الان فلور طلع 0.525. الحاجه دي تقدر تحسبها لو انا افكرك بيها، لان حسبت بقى تاريخنا شويه. لو انت خدت خط هنا، لو عايز نحسب اول حاجه بتاعت الووتر، هاخد الخط ده كده لان هو ده الريفرنس. نكمل يا شباب بقى، انا عايز احسب بس البعدين دول، عايز اعرف اذا انا حسبتهم 3/10 او 0.525. ده بالنسبه اول حاجه خد ريفرنس لاين، وليكن ريفرنس لاين هو ده المسافه بتاعتي. ريفرنس لاين ده بقى عايز تجيب البعد ما بين الفلور والميه، ما بين الفلور والميه. فبالنسبه اول حاجه الميه بتبعد كام عن الخط ده كده؟ هتلاقي 7/10 اللي هو نص ال 1/4 اللي هو الطول ده كده، يبقى 7/10، يبقى 7/10 اهي، ده هو رقم. بالنسبه للفلور بيبعد كام بقى؟ قال لك بيبعد متر، ما هو في النص بالظبط 1 متر، يبقى 1 متر على 7/10 يطلع 3/10. نفس القصه لو انت عملتها في الفلور هيطلع نفس الايه؟ الكلام اللي هو 0.525. المهم فجبت اللي انت الان وول بتاعتك طلعت ب 3/44 طن، جايبينها من قبل كده اللي هو النورمال فورس اللي كان على الحيطه اللي صممتها.
نعرف واحد ولأنه وتر 3.77، لأن فلور كم سي في تي فلور في ال 2.5 5 8 في 2 يطلع معايا ال ان ايه فلور. معاك كده كده الفورسز كلها تقدر تجيب ال ان توتال تجمعهم، وال ام توتال تجيب العزم الكلي على القطاع اللي هو عبارة عن ال ام والفيكسد الوتر ال ان والاس اف دي هتعمل ستريسز اف 1 2 طلع معايا اف 1 سالب 10 وسالب اف 2 ونص في 2 اقل من 12 طن على الترمو وكمبريشن. اذا انا ايه الحاله دي كده انا ده اللي تشيك. عشان الفلور زي ما قلنا هنصممها على حاجتين، على المومنت اللي هو جاي من الوول، وعلى الرينج تنشن اللي هو جاي من الشير بتاع الايه الوول. المومنت اللي جاي من الوول والرينج تنشن اللي جاي من الشير اللي والشير ده اللي هو جاي من الوول. بالنسبه حاجه للرينج تنشن تي رينج فورس اللي موجوده عندي في الرينج في الرينج في السيركل رينج اللي موجوده عندي ده عباره عن الكيو بتاع الوول انا حسبته قبل كده مضروب في الار اللي هو نصف قطر الخزان 55 في 10 يطلع بالرقم ده كده. تعمل ديزاين للقطاع بتاع الايه القطاع بتاعك شكله عامل القطاع اللي هو ال بتاعتي في 2000 وهنا سمك بتاعي اذا اللي هيطلع 2 متر مش هحطه في متر واحد تمام. تعمل ديزاين للقطاع ده كده ده اللي هو الايه الرينج اكشن 17 على متر بتحط هنا كده 7.7 في كل ايه متر. بالنسبة للمومنت عارفين طبعا ان المومنت هو الام وال ايه فيكسد لانه هيطلع هنا تاني كده بالشكل ده كده ويبدأ يموت كده. فالام فلور بيساوي الام وال فيكسد. ممكن اصمم القطاع ده او ممكن لو مش هصممه خلاص هاخد نفس الايه تسليح فبيطلع تسليح فيها تفاصيل التسليح شبيهة جدا بال الخزانات المستطيلة بس تخلي بالك طبعا ان انا عندي هنا الحديد بالنسبة للول حديد المناط ده جاي من الرينج تنشن وحديد الخط ده جاي من المومنت والشيء والنورمال. بالنسبة للأرضية الحديد أما حديد المومنت لما هو دي ده شكل ايه الجداول هي تم عندك في ديزاينات. ده جدول اتنشر اهو بتاع وهكذا. ده شكل الجداول اللي تبقى موجودة عندك. بالنسبة بقى دلوقتي احنا كده يعتبر خلصنا الجزء الأولاني من السكشن ده اللي هو عبارة عن الخزان الجراوند اللي على جود سويل. الخزان تاني اللي هنحله النهارده مع بعض برضه هو الخزان الاليفيتد سيركولار تانك بس من غير سنترال سبورت. ده الاليفيتد سيركولار تانك ساند بره على المحيط الخارجي عن طريق مجموعه من الاعمده بس ما فيش فيه سنترال سبورت. يبقى ديزاين ذا شون الاليفيتد كار تانك الاف سي بكذا والاف ال بكذا. ارتفاع الخزان 4 متر وقطر الخزان 8 متر والخزان ساند على 8 اعمده بالشكل ده كده. طبعا هو خزان ساند على الاوتر بارامتر يبقى ده خزان غير محدد استاتيكيا فلازم احل طريقه المومنت ديستريبيوشن. عشان تشتغل بطريقه المومنت ديستريبيوشن لازم اول حاجه بتعمل ايه بتجيب عندي جزئين. انا عندي جزئين اللي انا عايز اوزع المومنت ما بينهم عايز اعمل مومنت ديستريبيوشن ما بينهم الوول والايه والفلور. لازم تبقى عارف لكل حاجه من دول حاجتين الاستيفنس بتاعها كام لان انا لما اجي هوزع المومنت لازم هوزعه بنسبه الاستيفنس. لازم تكون عارف اول حاجه الاستيفنس بتاعها كام. تاني حاجه لازم تكون عارف الفيكسد اند مومنت كام. يعني ايه الفيكسد اند مومنت؟ يعني بعتبر ان الوول دي فيكسد والفلور دي فيكسد واجيب المومنت كانها هي فيكسد. طبعا هي ما هيش فيكسد فبالتالي العزم الفيكسد اند مومنت من الوول لا يساوي العزم الفيكسد اند مومنت من الفلور وبالتالي الجوينت مش هيحصل عندها اتزان. فلما الجوينت ما حصلش عندها اتزان لازم اضيف عزم مساوي للمحصله بتاع العازمين دول بس بعكس الاشاره ابدا اوزعه ما بين العنصرين اللي هو الوول والفلور بنسبه الايه؟ الاستيفنس. دي الفكره كلها بتاعت المومنت ديستريبيوشن.
فلازم أول خطوة هتلاقي عندك خزان غير محدد بالشكل ده، لازم تجيب الاستيفنس وتجيب الفيكسد اند مومنت بتاع الوول وبتاع الفلور. أول حاجة أنا هفرض، عايز أفرض سمك الوول والفلور، فأنا هفرض سمك الوول ب 20 والفلور ب 30. طبعا انا عايز اجيب ال use the moment distribution method to determine the moment between the wall وال the floor. طبعا ال fixed end moments and stiffness دي اول خطوه. اول حاجه بالنسبه لل wall عايز اجيب ال wall fixed في 7. طبعا لازم اجيب ال اتش تربيع على تي wall طلع معايا ب 10. دخلت جدول 7، ال wall fixed بتاعتي بتساوي ال coefficient في الجاما ووتر في اتش تكعيب. ام وول فيكسد دهوت الكوفيشنت بتاعي ده اجيبه فين يا شباب؟ عند 1 اتش، عشان اجيب العزم، هيجيب العزم عند الفيكسيشن. فجيت الام وول فيكسد بتاعتي طلعت بالرقم ده. الاستيفنس بجيبها من جدول رقم 20 بتاعت الوول. الكي وول بيساوي الكوفيشنت اي في التي وول تكعيب على اتش، 1/1 من 100 في الاي في 2/10 تكعيب على 4، بيطلع معايا دي اللي هي الكي وول. بالنسبة للفلور، الفلور بتاعتي بعتبرها إن هي سيركلر بليت. سيركلر بليت بيبقى فيه نوعين من العزم، في عزم في اتجاه الراديوس كده بالشكل ده كده، العزم ده كده بسميه راديال مومنت، في عزم في اتجاه الحلقي اللي هو بسميه تانجنشال مومنت. اللي بيتزن العزم اللي بيتزن مع العزم بتاع الحيطة هو العزم الراديال، العزم اللي بيتزن مع العزم بتاع الحيطه هو العزم الايه؟ الراديال. وبالتالي اللي يهمني دلوقتي وانا بعمل مومنت ديستريبيوشن هو العزم الراديال بتاع الايه؟ بتاع الارضيه. فالارضيه انا هعتبرها بتاعتي في الارضيه بتاعتي فيكسد فيكسد زي ما احنا شايفين كده، وعليها حمل اللي هو الدبليو فلور. دبليو فلور بتساوي ايه؟ جاما سي في التي فلور زائد جاما ووتر في اتش ووتر طلعت ب 4 75% طن على المتر المربع. طيب الام فلور فيكسد قالك بتساوي راديال، وده رقم المفروض هنحفظه، 125,000 دبليو فلور في ار تربيع، 125,000 دبليو فلور في ار تربيع، 125 74 في ار تربيع 4 تربيع، يطلع معايا ده الام فلور فيكس. من جدول رقم 19 تخش تجيب الستيفنس الكي بتاع الفلور. الكي فلور بتاعه 0.104، الكوفيشنت ده جايبه في الحاله بتاعت السيركل بليت وزاوت سنتر سبورت في الاي في التي فلور تكعيب على الار، تعوض هنا بتاع 0.4. بحسب حاجة اسمها distribution factor بتاع الوول. distribution factor بتاع الوول بيساوي الستيفنس بتاع الوول على مجموع الاثنين ستيفنس بتاعت الوول وبتاعت الفلور، يبقى كي وول على كي وول زائد كي فلور. نعوض بالقيم دي كده يطلع معايا 74% او 0.742. النسبة بتاع الفلور ديستريبيوشن فاكتور بتاع الفلور بيساوي 1 ناقص ديستريبيوشن فاكتور بتاع الوول، يطلع بالقيمة دي كده. وانا شغال في، طبعا لو جيت بس على الفيكس اند مومنت هتلاقيه في الاتجاه ده بتاع الوول اللي في الاتجاه ده كده، بتاع الفلور هتلاقيه في الايه؟ في الاتجاه ده كده. دي السهم دايما جوه الخزان. انا لما باجي اعمل مومنت ديستريبيوشن قال لك لازم تفرض قاعده اشارات تدخل بيها الجدول وتخرج بيها من الجدول. انا افترض قاعده اشارات هنا بتبقى مع عقارب الساعه وعقارب الساعه، فانا افترضت ان مع عقارب الساعه بتاعي هو الموجب. بالتالي جيت بصيت على العزم بتاع الحيطه ده بيلف مع العكس بيلف مع، يبقى اذا هيبقى بالموجب الفيكس ان مومنت اهيت بتاع الوول حطيته بالموجب. طب وبتاع الارضيه بيلف عكس عقارب الساعه، يبقى اذا هحطه بالايه؟ بالسالب. بدأ الجدول بتاعي اهوت، عندي ده الوول وهنا الفلور، ديستريبيوشن فاكتور حطيته بتاع الوول بتاع الفلور، فيكس ده انت عرفت هنحطه ازاي وبالاشاره ايه بتاعته. لو العزم عندي الجوينت متزن خلاص انا مش هعمل ايه؟ ديستريبيوشن. انما تلاحظ ان العزم هنا زائد العزم هنا لا يساوي ايه؟ صفر. وبالتالي اللي بعمله ايه؟ ان انا بجمع العازمين المحصله بتاعتهم بجيبها بجمعها تطلع بسالب 8.719، سالب 8.719، سالب 8.719. طبعا عشان الاتزان بضيف العزم ده بس بالايه؟ الموجب اللي هو موجود عندنا هنا كده، موجب 8.719، وابدا ان انا اوزعه.
بنسبة الـ distribution factor، يعني باخد الرقم ده كده بضربه في الـ 0.742 وأقوم نازل هنا أقوم حاطه كده، وهنا نفس القصة أقوم ضربه هنا وأقوم منزله في الجزء ده كده، وفي الآخر تجمع الـ final moment بتاعي بيساوي الـ fixed end moment زائد الـ distribution moment، يطلع لنا بسالب 7 وربع هنا بموجب 7 وربع. الـ final moment عبارة عن الـ fixed end moment زائد الـ distribution ايه، طلع ده بالموجب وده بالايه بالسالب. لما تيجي تخرج من الجدول تخرج منه نفس قاعدة الشروط اللي دخلت بيها، يعني الول العزم بتاعي بالموجب يبقى اذا هيلف معه مش يبقى في الاتجاه ده كده موجب 7 وربع، وده هيبقى في الاتجاه ده كده سالب 7 وربع. بكده خلاص انا جبت كده في الفاينل ايه مومنت. لما تيجي بقى تجيب السترينج اكشنز على الحيطه، السترينج اكشنز سوري على الول، بحل الحيطه مرتين، بعمل سوبر بوزيشن، بحل الحيطه بتاعتي مرتين، مره وهي هنجد يعني العزم تحت بصفر، هنجد تحت فري فوق وعليها الووتر بريشر، ومره تانية تكون هنجد تحت فري فوق بس عليها المومنت اللي هو الفاينل مومنت اللي موجود عندي، هو المفروض يعني بسبعه وايه وربع اللي هو الفاينل مومنت اللي موجود عندي. بإذن بحل الحيطه مرتين بعمل بينهم سوبر بوزيشن، بجمع في الاخر بحل مره اول حاجه وهي هنجد فري وعليها ووتر بريشر، مرة تانية هنجت فيه وعليها عزم من تحت، وكذلك برضه في الرينج تنشن في الأفقي برضه نفس القصة. يعني أنا بحل الول بتاعتي في الهوريزونتال دايركشن عايز أجيب الرينج تنشن، يعني بقى التي بتاعتي اللي هو الرينج تنشن النهائي بتساوي تي واحد اللي هو نتيجة الووتر بريشر زائد تي اتنين اللي هو نتيجة الفاينل إيه مومنت الام فاينل. التي واحد دي هتلاقيها من جدول رقم اتنين، لأن ما هنجت تساوي كوفيشنت ده موتر في اتش اف ار، تعوض في الكلام ده يطلع 16 في الكوفيشنت، تي 2 كوفيشنت ام اوف ار على اتش تربيع يطلع 1.8 من 10 سالب سالب 1.8 من 10 في الكوفيشنت. فانا عايز في الاخر وانا بعمل ديزاين عايز تعملها في الجدول. ليه بقى لازم تعملها في الجدول؟ لان ممكن يبقى في ماكسيموم تي 1 عند ارتفاع معين ماكسيموم بتاع تي 2 عند ارتفاع تاني، وبالتالي مش هتعرف تعرف الماكسيموم على كامل الارتفاع بتاع الحيطه للمحصله اللي هي تي اللي هي بتاعت تي 1 زائد تي 2 الا لما تعوض في كذا نقطه وتشوف الترند بتاعك بيعلى ولا بيه ولا بيقل. فده اللي انا عملته، عملت جدول كالاتي في تي 1 وفي تي 2، والتي 2 اللي عباره عن مجموع الاثنين وتجمع بقى يعني 3 من 10 اتش عوضت عند 4 من 10 عند نص عند 6 من 10. لاحظت ان انا اول حاجه كده بدات ان انا ازيد وبعد كده ابدا ان انا اقل تاني، خلاص يبقى اذا دي الماكسيموم بتاعي اللي هو 8.17 طن عند 4 من 10 اتش. خلاص كده جبت الرينج تنشن اللي موجود على الحيطه، اعمل ديزاين للقطاع بتاع الرينج تنشن مش في اي مشكله خالص، قطاع عالي تنشن تسليح صفيه 12 مع المتر الطولي في كل جنب اتش سايد، يعني ايه يعني 5 هنا كده 5 هنا كده في كل متر. بالنسبه للاتجاه الراسي نفس القصه، في الفيرتيكال دايركشن المومنت بتاعي بيساوي ام 1 نتيجه الووتر بريشر زائد ام 2 نتيجه الفاينل مومنت. ام 1 هتجيبها من جدول رقم 8 اهو، و ام 2 هتجيبها من جدول رقم 11 اهو، 64 في الكوفيشنت سالب 7 وربع في الكوفيشنت، وتعوض زي ما قلت عند كذا ارتفاع عوضت عند نص 6 من 10 و7 من 10 عشان يجيب لي الايه المومنت. المومنت بيبقى تحت شويه، اقصى مومنت بيبقى تحت شويه مش زي الرينج تنشن بيبقى فوق شويه، والعزم ده اقصى عزم موجب وكذلك اقصى عزم سالب لازم هيطلع تحت خالص عند 1 اتش بدأ بسالب 7 وايه وربع اللي هو الفيكست اند مومنت الموجود عندي، اسف اللي هو الفاينل مومنت الموجود عندي. بعد كده النورمال فورس اللي موجود على الحيطه، بالنسبه للنورمال فورس الموجود على الحيطه، حيطه في الخزانات العاليه بدل ما في سيركل اكستيريور سيركل بيم، بدل ما فيش اكستيريور سيركل بيم فيش كاميرا دي خارجية بتاع الفلور مباشرة، لا ساعتها يبقى الحيطة بتشتغل كأنها كاميرا مقلوبة الأرضية زي ما عملنا في الخزانات المستطيلة، يبقى الحيطة شغالة كأنها كاميرا مقلوبة شايلة وزن الإيه الفلور. بالتالي النورمال فورس اللي على الفلور اللي على الوول آسف هو ده جاي من وزن الإيه الفلور، بالتالي اللود فروم فلور على الوول على المتر الطولي هيساوي الدبليو فلور في الاريا فلور هو الوزن التوتال بتاع الفلور كلها على البريمتر بتاع الوول عشان اجيبها على المتر الايه طول، فالان هتساوي 475 باي 8 تربيع على 4 ده المساحه
على المحيط اللي هو باي في 8، تعوض هنا طلعت تي بتاعت الايه الغول. اذا الغول بتاعتي ده المومنت عليها، عرفت اقصى عزم موجب اقصى عزم سالب، وعرفت نمرة فورس عليها تنشن بالشكل ده كده. خلاص اقدر ان انا اصمم القطاعات الحرجه بتاعت الايه، واشوف القطاعات الحرجه، اصمم عندي ووتر سايد سكشن واحد بس، اعمل له ديزاين وطلع التسليح بتاعه، وليكن طلع 6.16. بعد كده بالنسبه للوول شير، قبل ما اسيب الوول اجيب الوول شير، طبعا هو مش هيعمل حاجه في الوول، مش هصمم عليه حاجه في الوول، بس هو هينتقل الايه للفلو. فالفي بتاعت الوول هيساوي في 1 نتيجه الووتر بريشر زائد في 2 نتيجه الفاينل مومنت. تعوض في الكلام ده تجيب قيمه الشير بتاعي طلع 11.92، ده اللي هينتقل فين للخزان، للارضيه بتاع الخزان. طب دلوقتي انتقل انا دلوقتي للفلور. الفلور عليها ثلاثة اكشنز، راديال مومنت، تانجنشال مومنت، وعليها نورمال فورس. عليها راديال مومنت، تانجنشال مومنت، وعليها نورمال فورس. بالنسبه للعزم الراديال والتانجنشال، زي ما قلت ده الوول بتاع الفلور بتاعتي في الحاله دي كده بتبقى سيركولار بليت. قال لك السيركولار بليت عليه عزمين. لو فاكرين العزم لما جيت اتكلم عملت مومنت ديستريبيوشن، قلت لكم ان العزم الراديال هو ده العزم اللي بيتزن مع العزم بتاع الحيطه، وبالتالي لازم العزم هنا الراديال، لو هرسم هنا العزم الراديال وهنا تانجنشال، العزم الراديال هنا عند الايدج هنا كده هو العزم بتاع الايه الحيطه، اللي هو كام؟ كان 7 ونص. يبقى اهو العزم الراديال عند الايدج سالب 7 وربع. طب في النص في السنتر، قالك في السنتر بتنزل دبليو في ار تربيع، بتنزل تربيع، يبقى كان العزم الراديال ام ار ام راديال عند السنتر بيساوي سالب 7 وربع زائد 2 من 10 دبليو فلور في ار تربيع، يطلع ب 7.95%. طيب التنجنشال، العزم التنجنشال عليك في السنتر، العزم الراديال هو العزم التنجنشال، اتنين بيساوي بعض، الام تنجنشال بيساوي الام راديال عند السنتر بيساوي 7.95. يبقى اذا في النص هنا يا شباب هو نقطة واحدة، العزم الراديال بيساوي العزم الايه التنجنشال، اما عند الايدج 1 من 10 مش 2 من 10، بقى يطلع 1 فلور في ارض تربيع، العزم النهائي بتاعي 35% اللي تحت هنا كده بالشكل ده كده. ده كده شكل العزم الراديال والعزم الايه التنجنشال، وده العزم النهائي بتاعي، العزم اهو بتاع الحيطه هيتزن مع العزم الراديال بتاع ايه؟ بتاع الارضيه، ده الجنجر رسمه لوحده هنا. قطاع 1 و2 دول كلام الارضيه دلوقتي، قطاع 1 و2 في الارضيه دول في العزم الراديال، قطاع 3 و4 في العزم الايه؟ التنجر. العزم الراديال ده برضه هو بيبقى معايا نورمال فورس، انما العزم التنجر ما بيبقاش معايا نورمال فورس. النورمال فورس بتاعتي على الارضيه اللي هي جايه منين؟ جايه من ال جايه من الشير بتاع الايه بتاع الحيطه اللي هو 11.92%. اذا قطاع 1 و2 دول الراديال، 3 و4 دول الايه تنجنشال. شوف قطاعات الووتر سايد، هتلاقي عندك قطاع ووتر سايد بس تعمله ديزاين وتطلع الحديد بتاعه، طلع الحديد بتاعه في اخر 6.16 على المتر الايه الطولي. كده عملت ديزاين للارضيه وعملت ديزاين للايه للحيطه. بيجي بس حاجه واحده بس في الخزان ده، بما ان ده خزان عالي، الخزان العالي ده زي ما انا قلت ان الوول بتاعتي شغاله كانها كاميرا مقلوبه للارضيه وبتشيل الوزن بتاع الارضيه، لازم كانها ايه طبعا ديزاين اوف وول هاز اي بيم، البيم اكشن. وول اكسس الكولمز في حاجز نو اوتر سيركولار بيم، لو مفيش كاميرات خارجية تشيل عند الأرض. أول حاجة عايز أحسب دبليو ألتيميت بتاع الحتة دي كده عبارة عن 1.4 عشان أحول من الورك للألتيميت، أضرب في الأون ويت بتاع الكاميرا اللي هي الحيطة يعني، زائد اللود فروم فلور، يبقى 1.4 جاما سي في التي وول في الإتش، ده الأون ويت بتاع الحيطة، زائد 9.5. 9.5 ده اللي هو الوزن اللي جاي من زي ما قلت قبل كده اللي هو النورمال فورس اللي جاي على الحيطة من الأرض. تجيب دبليو التيمت بتاع على الحيطه طلعت ب 1.56. طيب عايز تجيب العزم بقى على السيركولار بيم دي، هتلاقيه في ديزاين ايدز صفحه 91، هتلاقي الام ماكسيمم نيجاتيف بسبب سالب 0.0083 في البي في الار، الام ماكسيمم بوزيتيف 0.0042 في البي في الايه في الار. البي ده بيساوي 2 باي في الدبليو 2 باي في الار ب 4
في الدبليو بتاعت الوول 1568 يطلع معاك البي، يبقى الام ام اكس بوزيتيف اهيت والنيجاتيف احنا موجودين عندي كده. ديزاين فول از بي، ما عارفين قبل كده تحسب ال ال على الدي عشان تعرف ان هي دي بي ولا لا. احنا حسبنا ال على الدي، ال هي الاسبان بتاعتي، باي في دي على ان يطلع باي في 8 8 3 14 من 100 ده ال ال، والدي تي ناقص الكفر يطلع 3 9 من 10 متر، يبقى ال على دي يطلع 8 من 10. اقل من 4 يبقى انا دي بيم. الكفر بتاعتي كونتينوس يبقى اقل من 2 ونص، هشتغل بطريقه الايه؟ الامبيريكال ميثود. لو انا سامبل اقارن بواحد وربع. الامبيريكال ميثود بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان اللي هو القوه الشد اللي هتبقى موجوده اللي انا عن طريقها هجيب الحديد بتساوي العزم على ذراع العزم ام التيمت على الواي سي تي. طبعا انا شغال في العزم السالب لان هو كبير، واي سي تي في العزم السالب بتساوي 37% ال ولا تزيد عن 87% دي. فلما حسبت الواي سي تي طلعت 1.16%، والاري اس بتاعتي بتساوي تي التيمت على الاف ييلد داش في الجاما اس. تفرض طبعا الاف ييلد داش البيتا كراكنج تفرضها بناء على القطر اللي هتستخدمه تجيب قيمه الايه؟ الحديد بتاعك. بعد ما تجيب قيمه الاري اس تشيك على ايه؟ الاري اس مينيموم زي ما اتكلمنا قبل كده. في الاخر طلع في اخر تسليه بتاع الاري اس بتاعي يطلع اقل من المينيموم، فانا استخدمت المينيموم اللي هو في 16 متر طولي 16 بقى فقط، اسف 6 في 16 مفيش على المتر الطولي ده للوول اي بيم. ده خلاص تسليه التسليه بتاعتك، هتلاقي تفاصيل التسليه شبه جدا الايه؟ الخزانات المستطيله. بس تلاحظ لو اتكلمت على الارضيه ان الحديد المنقط بتاع الارضيه ده جاي منين؟ حديد المنقط بتاع الارضيه ده جاي من العزم التنجنشن. الحديد الخط بتاع الارضيه ده جاي من المومنت والانجل والفورس اللي موجود على الارضيه. بالنسبه للحيطه هتلاقي الحديد المنقط ده جاي من الرينج رينج تنشن، والحديد الخط ده جاي من المومنت والايه؟ من النورمال. وطلع عندنا ضفت كمان الحديد بتاع الايه؟ 6.16 بتوع الايه؟ وول از دي بي. وكده هتلاقي بقيه تفاصيل التسليح هتلاقي نفس الايه؟ القصه بالظبط، مفيش اختلاف. وكده يا شباب احنا خلصنا الجزء الاولاني من الجزء الاطول، حلينا على جود سويل الاليفيتد بس من غير سنترال